كلمة سعادة الشيخ قاسم بن حمد آل ثاني. كلمة سعادة الشيخ قاسم بن حمد آل ثاني وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، يلقيها بالنيابة الأستاذ أحمد علي الأنصاري، مدير إدارة رعاية الشباب ونائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة صاحب الجلالة الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود، حضرة صاحب السمو شيخ خليفة بن حمد آل ثاني، أصحاب السمو والسعادة، ضيوفنا الكرام، إخواني وأشقائي الرياضيين، السلام عليكم ورحمة الله جميعاً. باسم سعادة الشيخ قاسم بن حمد آل ثاني وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب، باسم سعادة الشيخ قاسم بن حمد آل ثاني وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب ورئيس اللجنة المنظمة العليا، وباسم الشباب القطري، نرحب بكم في مدينة خليفة الرياضية. نرحبكم في مدينة خليفة الرياضية هدية أميرنا المفدى إلى الشباب القطري. التي شاء حسن الطالع أن يشاركنا فرحتنا صاحب الجلالة الملك خالد بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأن يرى هدية سمو الأمير لشباب الخليج عامة في مناسبة استضافة قطر للدورة الرابعة لكأس الخليج العربي. إنه ليوم عظيم مشرق جليل وبهجة غامرة تملأ قلوبنا، يوم سوف يفخر على الأيام بجلال لقائكم وفرحة لقياكم، حيث نلتف جميعاً حول شباب الخليج الأبي، أمل المستقبل وصانع الغد العظيم بإذن الله. إن هذا التجمع الكريم الذي ينقل في هذه اللحظة إلى أرجاء الدنيا كافةً إنما هو تعبير عن أخوتنا الأصيلة، وهو في نفس الوقت تعبير أكيد للاهتمام البالغ الذي يوليه قادتنا للشباب باعتباره أغلى كنوز الوطن وصالح التطور والحضارة على أرضه. إن هذا الجمع الكريم مثل نواة الكريمة الصلبة لخير أمة أخرجت للناس، وذلك يحملنا جميعاً مسؤولية كبرى نسأل الله أن يقدرنا على حملها. صاحب الجلالة ضيف قطر العظيم، صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لقد شهدت أرض قطر خلال الأعوام الأربعة الماضية قفزة هائلة على طريق التطور والنهضة، شملت كل أوجه الحياة على أرضها نهضة شاملة يحيطها سياج من الإيمان بالله والمحافظة على تقاليدنا العربية الأصيلة، تطور يرى المستقبل المشرق على ضوء الماضي التليد. في إطار هذه النهضة الشاملة حظي الشباب القطري برعاية كريمة غامرة حرصت منذ اللحظة الأولى على توفير كل ما يحتاجه الشباب من رعاية وعناية حتى يصبح لبلة صالحة وصلبة في بناء الوطن. إن هذا الصرح الرياضي الكبير الذي نشغله الآن بكل ما يشمله من مرافق متعددة ومن أجهزة علمية متطورة، هذا الصرح الرياضي الذي نعتز به إنما هو نواة لمرافق متعددة سوف تحتويها مدينة خليفة الرياضية.
فإلى جانب منشآت المدينة التي سوف تشتمل على صالة أولمبية مغلقة للألعاب ومجمع رياضي يشتمل على حمام سباحة أولمبي مغطى ومرافق وملاعب لكافة الألعاب الرياضية وأماكن لإقامة الفرق الرياضية مع كافة مرافقها اللازمة. إلى جانب كل ذلك، فلقد أمر سمو أمير البلاد المفدى بأن يتم في نفس الوقت إنشاء ملاعب حصرية حديثة لكافة الأندية الرياضية في أنحاء البلاد. لقد أدت الرعاية الدائمة والاهتمام البالغ إلى تعمق مفهوم رسالة رعاية الشباب بما يناسب مقتضيات العصر ومطالبه، ولقد أخذت رعاية الشباب على عاتقها إكساب الشباب اللياقة الكاملة بدنياً وصحياً وثقافياً واجتماعياً، مما يساعده على مجابهة مسؤوليات الحياة المختلفة في هذا العصر المتغير حتى يحيا حياة هانئة مفيدة ونافعة. ويدفعنا الوفاء في هذه المناسبة الكريمة أن ننوه بالجهد الإنساني الرائع الذي بذله العاملون في وزارات الدولة ومرافقها المختلفة ليل نهار للإعداد لهذه الدورة بما يليق، وواجب الترحيب بكم ولزوم التعبير عما وصلته المرافق المختلفة كفاءة وقدرة. وإذا ذكرنا الجهد الرائع الذي بذلته وزارة الأشغال العامة لإتمام المرافق الرياضية ومرافق الخدمات اللازمة لاستضافة الدورة، فإننا نكون قد ذكرنا مثلاً واحداً من أمثلة العمل المبدع الذي بذلته باقي وزارات وإدارات الدولة كل في مجال تخصصها، بما لا يستطيع هذا التنويه عن إيفاء حقه في التقدير. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن أيها الإخوة، يتم بعد قليل رفع علم الدورة وتجري الاستعدادات لكي يتسلم صاحب السمو أمير دولة قطر المعظم. يقف الآن ويتسلم علم الدورة، بينما الشباب يحيون هذه اللحظة. ويتسلم أحد الشباب العلم كي يرفع بعد قليل من فوق هذا الاستاد، دليلاً وعلامة لبدء الدورة الرابعة للخليج العربي في كرة القدم. أيها الإخوة، مع الزميل محمود السعدي من تلفزيون العراق الشقيق. لقاء جميل معكم في افتتاح بطولة الخليج العربي الرابعة التي تقام في قطر الشقيق. جموع محتشدة وعلم الدورة تحمله مجموعة من الشباب وهم يهرولون به حول ملعب كرة القدم، وارتفعت أعلام الأقطار العربية المشتركة في هذه البطولة مرفرفة خفاقة حول الملعب الكبير. البالونات أيها الإخوة والهتافات كثيرة وكبيرة هنا في قطر الشقيق في الملعب الكبير، وكلنا فرح. أيها الإخوة، ما زالت المجموعة التي تحمل علم الدورة تهرول به حول الملعب.